وسهلا فيكم مشاهدينا مرة ثانية، وهلا راح نكون مع الكوتش رانيا الحاجبي اللي تحكي لنا عن تمارين المتعلقة بالستب وفوائدها. نشوف التقرير وراجعين. مرحبا، معكم كوتش رانيا من بيلا جيم. اليوم حصتنا حتكون كثير مميزة لأنه رح ناخذ اليوم تمارين، رح نرفع نبض القلب ورح نستخدم وزننا في خلال التمارين عشان نساعدكم لتقوية الجسم، كمان نساعدكم على نزول الوزن، ورح تكون كثير سهلة وحلوة عشان تقدروا تعملوها معنا. وإحنا هلأ عم تنعرض الحلقة، رح نستخدم اليوم الستيب لرفع نبض القلب. رياضة الستيب كثير بتساعد تقوية عضلات الرجلين، كمان لأنه يصير عندك شيب كثير حلو للرجلين ورفع نبضات القلب، وبتمنى أنكم تستمتعوا معنا. صبايا يلا نبلش. كيفك أسيل؟ كيفك وفاء؟ شو أخباركم؟ يلا مارتش. لازم يكون ظهري مستقيم، بطني مشدود. 4 3 2، بدي أطلع بإجري اليمين. لازم أتأكد إنه في الستيب أنا بطلع بإجري كاملة على الستيب علشان ما أأذي ركبي وأأذي جسمي. 4 3 شمال، هاي عملنا مرة على اليمين، هلأ بدنا نعمل مرة على الشمال. طبعاً الستيب من الرياضات اللي كتير ستات بحبوها لأنها بتساعد دائماً في نزول الوزن من المنطقة السفلية. نرجع يمين صبايا. لازم أحرك إيدي خلال التمرين لأنها حركة الإيدين وتوافقها مع حركات الرجلين بتساعد دائماً في رفع نبضات القلب، وهذا اللي إحنا الإشي بدنا إياه أصلاً عشان نوصل لمرحلة حرق الدهون. آخر مرة بدنا نروح على اليمين، ستيب تاتش مرة مرة، 3 مرات على اليمين، 1 2 3، بروح على الشمال، 1 كمان، 1 3، نعيدها صبايا. 1 single single repeater 3 times single. طبعا اللي عملناه على اليمين هلا رح نعمله على الشمال، نرجع العيد الشمال من الاول، نطلع بالشمال 8 مرات، بنطلع على الستيب. لازم نتأكد إنه ظهرنا كمان مو محمي، بطني مشدود وكتافي مرتاحين. 5 6 7، بروح على الشمال مرة. طبعاً في كتير ناس بيقولوا إنه الستيب اللي عندهم مشاكل صحية خصوصاً في الركب ما بيقدروا يلعبوا رياضة الستيب. طبعاً هذا الحكي نهائياً مو مزبوط، لأنه الستيب بتساعد، نعيدها كمان مرة، بتساعد على تقوية عضلات الرجلين. 1 2 3، إلا إذا كان أصلاً الدكتور مانعنا فهذا إشي تاني. 1 2 3، هلأ رح نعمل حركة جديدة. بدي أعمل ني، بدي ألف حوالين الستيب، بدي أعمل رجلي 1 بشكل 7، بنسميها في ستيب. نظر ني، بلف بالإجري اليمين 1 2، أجين نعيدها، بدي أتأكد إنه رجلي كاملة على الستيب. 1 2، آخر مرة هاي الجهة. 1 2، نعمل على الشمال من الأول. 1 8 مرات على الشمال. 3، طبعاً إذا أنت عندك مشاكل في الركب وحابة تمارسي رياضة الستيب أو تفوتي على حصة ستيب أو حابة تلعبي معنا ستيب تاتش 1 صبايا 2، بتقدري تعمل هاي التمارين على الأرض لأنها كتير سهلة وكتير حلوة وكتير راح تساعدك في نزول الوزن. 1 2 3، بدي أعمل آخر مرة ني، بدي ألف حوالين الستيب 2 مرات. 1 2، بدي أتأكد إني أنا بنزل على الكعب، الفي ستيب على الكعب. في كتير ناس بيعملوها على الأصابع، هذا ممكن نعيد، هذا ممكن يعمل لي إصابة بالركب. 2 في ستيبس، ظهري مستقيم آخر مرة، مي تيرن 1 2. هلا بدنا نبلش بتمارين تقويه باستخدام الستيب لعضلات الرجلين. دائما صبايا معلش نوقف على جنب الستيب اذا سمحتوا، بدي اتاكد. هلا بدنا نعمل تمرين السكوات اللي هو بيستخدم العضلات الرئيسيه اللي فيه العضلات الاماميه للرجلين وعضلات الحوض. تمام، بدي اتاكد انه اجري معترف الستيب علشان انا ما اعمل اي مشكله مثلا او اوقع عنها.
بدي تكون اجري الثاني قريبه من الستيب. لما بدي انزل اذا اول مره انا بلعب بنزل منتصف الطريق وبطلع. هاي واحد حنعملها 8 مرات صبايا. 2 بدي اتاكد. 3 نكمل. بدي اتاكد وانا نازل انه ركبي ما عم يطلعوا لبرا وانه استقامة ظهري مظبوطه وانه الساق عندي والظهر متوازيين. هذا هو السكوات المظبوط. كمان 2 3 4 بقدر اعمل ستوب. 1 2 3 4 5 6 7 and 8 ننتقل على الجنب الثاني. لازم نعمل يمين ونعمل الشمال. اتاكد انه اجري كامله على الستيب. بدي اتاكد انه بطني مشدود عشان احمي ظهري. بضغط على الكعب وانا نازله لمنتصف الطريق. 1 بطلع. 2 زي ما قلنا. 3 لازم يكون اتجاه الركب سليم. 4 5 انا عم بستخدم وزن جسمي في التمارين. 6 7 8 اخر 4. 1 2 3 نعمل هولد. 1 2 3 4 5 6 7 and 8 بنزل. هلا بدي اعمل تمارين اطاله بعد التمرين. تمرين الاطاله للعضلات الاماميه للرجلين. بقدر مثلا استند على اي حد موجود او على الحيط عندك في البيت او اذا انت عندك توازن عالي الركبه عند الركبه. هاي العضله الرباعيه الرؤوس اليمين. لازم تمارين الاطاله كثير بتساعد انه تكون الافشنسي تاعت عضلاتنا 100%. الرجل الثانيه بدي اجري عضلات الخلفيه للبطات. الرجل الشمال صبايا. ايدي ما بتكون على ركبتي هيك باذي حالي. ايدي بتكون فخت. بنزل الاصابع الرجلين. بعمل ستريتش موبلايزيشن لظهري. هلا بدنا ناخذ تمارين لعضلات البطن. اوكي هلا بدنا نعمل تمرين المتعارف عليه اللي هو تمرين الكرانشز. كثير ناس بتعمله غلط. انا حابه اعلمكم اياه في البيت تعملوا لانه من اسهل التمارين وما بيأذيكم ابدا. بدي احاول انام على ظهري. ايدي لازم يكونوا في منتصف راسي من ورا. لما بدي اطلع بدي احاول اطلع باستخدام جذعي مو رقبتي. رقبتي مرتاحه بطلع لفوق. 1 2 3 المسافه بين دقني وصدري تقريبا قد قبضت ايدي. 4 شوف الصبايا. 5 6 نفتح شوي كوع ما اسيء اذا سمحتي. 7 8 كمان 8 في البدايه ما بنعمل تكرار عالي. 3 4 5 6 7 8 نعمل هولد. 1 2 3 4 5 6 7 and 8 برتاح. بدي اريح عضلات ظهري. بقدر اخذ الركب لعندي. هلا بدنا ناخذ التمرين الثاني اللي كمان كثير سهل ومو بحاجه انه المدرب يكون معك موجود لتعمليه. تمرين اسمه سيت ابس. تمرين السيت اب كثير ناس بتعمله غلط. هلا بدي اطلع بوزن جسمي. ايدي لازم يكونوا في حاله الانثناء فوق راسي. بدي اطلع نظري على السقف. 1 يلا صبايا. 1 بقدر اطلع لنصف المسافه او مسافه كامله. اذا انا بعاني من مشكله في ظهري اقل بتكون. بس ارجع ما برجع ون لاين او بخط مستقيم. برجع كيرد. بنزل فقره فقره على الارض. 2 وبنزل فقراتي فقره فقره على الارض. 3 اب اند داون. يس ايدي لازم تضل بحاله الانثناء. 4 لانها بتساعدني. هلا في ستات بحبوا يستخدموا الاوزان اثناء اداء هذا التمرين لانها بتساعدهم. 4 هذا لمنتصف الطريق. عندي وجع بظهري كملوا صبايا. عندي وجع بظهري بنزل بطلع لمنتصف الطريق وبرجع. 5 هولد برجع شوي شوي. 6 7
8 نعمل كمان 4 4 ممتاز 3 2 1 جريت. هلا اذا بدي اعمل انا دائما تمارين ستريتش، معلش اسيل بس تعملي لنا السوان بوزيشن كوتش اسيل اذا سمحتي عشان نورجي الناس اللي هو البجعه. نامي على بطنك بليز. هلا راح اشرح على كوتش اسيل كيف انا بقدر اعمل ستريتش. تفضلي كوتش وفاء هون اذا بتقدري. يس هلا هذا اللي بيساعدني دائما التمرين لاعمل ستريتش لعضلات بطني. يس بطلع لفوق بالضبط، هذا لتقوية عضلات الظهر. خلينا نضلنا ثابتين فوق بالضبط. 1 2 سوان بوزيشن احنا بنسميه، وبرجع بنزل اب. يس ضلني ثابته، بحاول انه رقبتي شوي فوق، انزل الرقبه اخر مره. يس 5 هذا لتقوية عضلات الظهر. اوكي هلا بنزل، بدنا نعمل بيبي بوزيشن، بيبي بوز. يس البيبي بوزيشن واحد من التمارين الاستطالة لعضلات الظهر، بيساعدني في استطالة عضلات ظهري. هلا بعد ما عملنا تمارين الإطالة لعضلات البطن ولعضلات الظهر وللرجلين، هيك احنا بتكون نزلت نبضات القلب وسرعة نبضات القلب، وهي احنا بنسميها مرحلة الكولينج داون. هيك بكون خلصت اليوم الكلاس تاعتنا، ان شاء الله بتكونوا كثير انبسطتوا فيها، وان شاء الله المره الجاي رح ناخذ تمارين ثانيه لتقويه عضلات الايدين وعضلات الرجلين. يعطيكم العافيه. يعطيك العافية كوتش رانيا، معلومات كثير مهمة ومفيدة بنفس الوقت، يعني خاصة للناس اللي ما عندهم مجال يسجلوا مثلا بنادي رياضي، أو مثلا ما عندهم الوقت من ناحية، وكمان من ناحية مادية ممكن الاستعانة بأي إشي موجود متوفر عندك في البيت لا تعمل فيه تمارين رياضية. زي ما شفنا يعني ما استخدمت أدوات كثيرة، مجرد ستيب بسيط ممكن تستغني عنه أنت بالبيت بأي إشي بارتفاع اللي شفناه، سواء يعني على مستوى الدرج اللي بنطلع عليه ممكن تستخدم درج أنت تعمل عليه كامل التمارين. وتمارين كثير مهمة خاصة أنها يعني بتركز على الجزء السفلي من الجسم، بيعمل على شده ورفع عضلات القلب بشكل كثير عالي، بحيث أنه نوصل لمرحلة نقدر نحرق فيها الدهون بشكل منتظم. يعني إحنا خاصة رياضة، مش أي إنسان عمل أي نشاط رياضي عم بحرق دهون، لازم أنت تستمر بالنشاط الرياضي لمدة يعني لا تقل عن نصف ساعة، وبنفس الوقت أنه النص ساعة هاي تكون فيها نشاط رياضي، يعني أنت بتحس حالك عم تلهث. اما مثلا اعمل تمرين دقيقه واقعد، او مثلا 5 دقائق وتعبت، هذا الموضوع ما بوصل لمرحله انك توصل لمرحله انك تحرق الدهون. فحرق الدهون له اليه انك تستمر بتمرينك، نوع من تمرينك بس يضلوا دقات قلبك مرتفعه بشكل انه توصل لمرحله حرق الدهون. طبعا يعني هي موضوع يعني مطول نحكي فيه، ممكن انه اقدم لكم اياه كفقره في المستقبل، كيف احنا نركز انه هاي الرياضه بتحرق دهون وهاي الرياضه ما بتحرق دهون. نشكر الكوتش رانيا مره ثانيه، ومكملين فقراتنا معكم بس بعد الفاصل.